الخلايا هي الوحدات الحية الأساسية لأنسجة الجسم. جسم الإنسان بيتركب من أكتر من تريليون خلية، بيكونوا أكتر من 200 نوع مختلف من الخلايا، بحيث كل نوع بيتخصص للقيام بوظيفة معينة. فعلى سبيل المثال، الخلايا العظمية بتكون وتجدد العظام في الجسم، وخلايا الجهاز العصبي بتقوم بإرسال الرسائل داخل الدماغ وفي جميع أنحاء الجسم لإنتاج الأفعال، والخلايا في الدم بتنقل الأكسجين وبتساعد الجهاز المناعي في وظيفته، والخلايا الجنسية للذكر والأنثى بتتحد مع بعضها لإنتاج النسل، وموجود داخل كل نوع من الخلايا معلومات جينية بتقوم بدور المرشد، بحيث إنها بتعرف الخلية إزاي تشتغل وإزاي يتم استنساخها.